بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم في هذا اليوم العظيم، يوم 14 جانفي 2023، يعني كنخلدوا هذه الذكرى الموسم الثانوي لمولاي إدريس الأزهر. هذه الذكرى هذه يعني هي ذكرى تاريخية، وهذا اليوم استثنائي. لاش؟ لأن هذا اليوم جاءنا إخواننا الشرفاء الأدارسة الرقيبات، ولأول مرة غيشاركونا هذا الحفل السنوي، ولأول مرة غادي توحد أكف الضراعة بين الشرفاء الأدارسة القيطونيين والشرفاء الأدارسة الرقيبيين، أكف الضراعة والدعاء إلى الله عز وجل بأن يحفظ مولانا أمير المؤمنين، وبأن يحرسه بعينه التي لا تنام، وأيضا بأن يرحم الله تعالى ضحايا الفاجعة التي ألمت بنا. يعني كي قلت لكم هذا يوم عظيم ويوم تاريخي، يوم تاريخي للإخوان ديالنا، غادي تكون يعني حفل رباني، حفل روحي، حفل فيه ترحم على الشهداء، فيه أيضا في واحد رسالة مفادها أن الشعب المغربي متلاحم، وأن جميع أطياف الشعب المغربي هم إخوة. ونخلي الكلمة للسيد رئيس وفد الشرفاء الأدارسة الرقيبات الشريف ديالنا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا وقبل كل شيء نتقدم إلى الله عز وجل أن يرحم موت هذه الفاجعة التي ألمت بالشعب المغربي قاطبة، ونعز فيها أنفسنا ونعز فيها الشعب المغربي وعلى رأسه أمير المؤمنين جلالة الملك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الموتى وأن يشفي المرضى، وأن إن شاء الله يلطف بالمنكوبين وذي الحاجة. اليوم نحن بصفتنا وفد الأقاليم الجنوبية الذي يمثل الرقيبات الأدارسة يتواجد عند جدهم مولاي إدريس الأزهر، احنا اليوم فخورين، أكبر افتخار أن نعود متواجدين مع إخواننا وابناء عمومتنا الشرفاء الأدارسة سلالة مولاي إدريس الأزهر عند جدنا. وهذا يوم عظيمنا، لأنه لأول مرة منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية يكون وفد بهذا الحجم يمثل قبائل الشرفاء الرقيبات يزور يشارك في الموسم ديال جدو. والهدف عندنا هو صلة الرحم والمحبة بيننا مع إخواننا هنا، ونسلو نحيو صلة الرحم ونحيو التاريخ ونحيو النسب، ونوجه كذلك بصفتنا أبناء الأقاليم الجنوبية رسالة لأعداء الوحدة الترابية الذين يريدون أن يفرقوا بيننا وبين مملكتنا، أننا جذورنا هنا في المغرب، ونحن متشبثين بهذه الجذور وبهذا النسب، ومتشبثين بالدفاع عن وحدتنا الترابية وراء جلالة الملك محمد السادس، الله ينصره، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.